يا سيدي انا عم اقول لحالي شده من ايدها وحطها بالسياره وشد فيها بسرعه على راس من روس هالجبال. Bak Ömer, ben deyim ki sana... La yorum, az öyle Ali'yi gördüm. Minibüsle gidiyorlardı. Nereye gidiyorlardı? Ne bileyim ben, en tepe herhalde. Allah kahretsin. Kardeş, korkmuş korkmuş. Korkudan gidiyor he. لك هذا عمر وقف شوي لا توقف اخي خليك ماشي امشي امشي خلص ما لح وقف رح اعمل لك وقف ولك انت ما بتسمعني كم مره زمرت لك واشرت لك وقلت لك وقف اه ليش ما عم تسمع ليش ما عم بتوقف هاي ليش ما وقفت والله ما دخلني جواهر عيد امه مخلصه من بين ايديه اضربك هاي عم اضربك خلص عليك خلص يا عمر وقف لا تواخذونا يا جماعه بس اخي معارض روحت مرته على عنتاب لحاله اسفين يعني وانت ما بدك والله ما دخلني ليش واقف عندك هيك الزلمه مات بين ايديك يلا تحرك بسرعه يلا تعال شوف الله خلص هاي خلص عمر عمر لك خلص هدي شباب لا تواخذنا اخي انت منيح شفتي شو جاني مني لك هدي بعد عني تعي لهون لشوف ليش عم تشدني هيك فلتني ماني رايحه معك ما في تسافري اذا قدرت منعني جواهر اهدي بقى بدك اني جن هون ودعتيني وقت رحت على الجيش بتتذكري واصعب شيء عملته كان اني بعد من جنبك وبدك تتخلي عن كل شيء بهالسهوله حبك انحفر بقلبي يلا ارجع لمرتك ارجع جواهر مشان الله اسمعي ما بقدر اتركك ابدا حطي هالشغلة براسك اسمعي فاطمة رح سكنها بعنتاب رح اتركها هنيك وبعدين هالشغلة ما فيها بعدين عمر خلصنا ارجع لعند مرتك وخلصني جواهر خلص اخي انت خليك بعيد ليش لبعيد مو كل شيء صار بسبب تخبيصك انت عيد خلص ما خلص ما بدي قلت لك ما بدي ما بدي ليش ما عم تفهم انت ما بحبك قلت لك شو قاعد عم تتشمس؟